انطلاق النسخة 11 الجامعة الصيفية اللي كتنظم كل سنة بشراكة ما بين جهة طنجة تطوان حسيمة جامعة عبد الملك السعدي والوزارة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشكرا للجهة. عندنا أكثر من 100 شاب وشابة اللي غيستافدوا من الجامعة هم مغاربة العالم كلهم ازدادوا في بلدان الاستقبال أي في دول المنشأة غيجيو من كافة القارات وكيتكلموا مجموعة من اللغات لكن أقوى اللغات هو انتمائهم للوطن انتمائهم لبلدهم الحبيب الأصلي اللي هو المغرب. الآن الحمد لله جامعات أخرى انضمت معنا وقعت معنا شراكات كما تبعتوا معنا عندنا الآن جامعة ربيعية بن ملال عندنا جامعة خريفية ثم جامعة شتوية ثم جامعة صيفية انتقلنا من عدد 120 إلى 520 شاب وشابة اللي كيستافدوا. هذه الجامعات الشبابية كتدخل في إطار التنزيل العملي والميداني لاستراتيجية الوزارة اللي تتركز على مجموعة من الآليات والمرتكزات. أول المرتكزات والتوجهات الملكية مغاربة العالم كيحضروا واحد الأولوية في الاختيارات لكوبات المغرب كيحضروا واحد الأولوية ملكية هما جزء أساسي في المشروع التنموي اللي كيقود جلالة الملك حفظه الله باش المغرب يحتل المكانة الأساسية ضمن الدول الكبار على المستوى الاقتصادي على المستوى المؤسساتي وعلى المستوى الاجتماعي. فضل الشراكة مع الجامعة غنمشيو يكتشفوا مجموعة مناطق مجموعة مشاريع باش يعرفوا المغرب بأنه يتطور ويتطور بسرعة استثنائية. مغاربة العالم جزء لأنه فيهم واحد الأسمال بشري إضافة لإخلاصهم التاريخي لمدة أكثر من 70 سنة إضافة لحضورهم في كل القضية الوطنية لا سيما الوحدة الترابية أينما كانوا في أي قارة بأي لغة كتلقاهم بتلقائيا متواجدين كيدافعوا القضية الوطنية ما دام أنهم كفاءات عالية. عندنا أكثر من 500 ألف من الأطر العليا في الخارج أكثر من 7000 طبيب في الخارج هذا كله غنى رأس مال